إذا دائما في إطار الجواب على مجموعة ديال الاستشارات ومجموعة ديال الناس اللي عندهم بعض المنازعات في المحاكم، تطرح عليا المشكل ديال القرصنة. ولكن القرصنة هذه المرة لا تتعلق بقرصنة فنية أو قرصنة من نوع، لا، هذه قرصنة يعني تحبك بطرق خاصة، يعني ويتم يعني نشرها عبر الشبكة العنكبوتية الانترنت وعبر لي سيت. انه مثلا واحد الشخص يعني انه صور واحد السيده بصوره عاديه جدا، انها غاديه لخدمتها او غاديه كذا، وانه يعني مشى وخدم هذيك الصوره مزيان عبر الفوتوشوب. والتقنيات اصبحت الان، التكنولوجيا ولات اصبحت الان متطوره جدا، ويعني يحولها الى صوره يعني انها تخل بالحياء، وان تتسبب في وان من شان هذه الصوره ان تتسبب في احراج كبير للعائله ديالها، وقد ينتج عن ذلك جريمة معينة، تنتج عن ذلك جريمة معينة أو جرائم معينة. مع الأسف أن القرصنة الآن هي بصفة عامة يعاقب عليها، والعقاب يصل حتى 5 سنوات. وإذا كان الأمر يتعلق بجناية فإن الأمر يصل إلى من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا ارتبطت هذه القرصنة بجرائم أخرى أو غيرها. إذن بالنسبة لهاد الناس اللي كيتعرضوا للقرصنة بصفة عامة، أنا عطيت كمثال. علاش هاد المثال اللي عطيته ديال هاد الصور الإباحية اللي كتنشر، وهي قد تكون حقيقية وقد تكون مفبركة. الشخص أو الفتاة أو المرأة أو الرجل بصفة عامة، كل من تعرض للقرصنة فمن حقه اللجوء إلى السيد وكيل الملك الذي له حق الولاية العامة كما أقول، وله الحق في تحريك الدعوة العمومية، وله الحق في وضع اليد على كل من مس بحق الغير ومن قام بالقرصنة. من قام بالقرصنة فيما يتعلق بالعلاقة بين التجار، إذا وقعت هناك قرصنة فإن طبيعة الحال المحكمة التجارية هي كذلك لها الحق، والمواطن هو مخير بصفة عامة، أو المؤسسة هي مخيرة في إما أن تلجأ إلى السيد وكيل الملك من أجل القرصنة، وإما أن تلجأ إلى المحكمة التجارية. اللجوء إلى السيد وكيل الملك هو توجه حقيقي، لأنه قائم على الردع، لأن احنا ردعنا هذاك اللي قام بالقرصنة عن طريق الاعتقال وعن طريق الحبس وعن طريق الغرامة اللي هي غرامة مرتفعة جدا، فلن يعود إلى القرصنة مرة أخرى. وانت كتمشي للمحكمة التجارية كتدعيه وكتحكم عليه المحكمة التجارية وكذا وكذا وكذا، ومني كتجي كتنفذ عليه ما كتلقى عنده حتى حاجة. غدير ليه الإكرار البدني ما بقاش. الفقير ما بقاش عنده الإكرار البدني، غيجيب غير عدم الشغل وعدم الاحتياج، ويجيب شهادة بعدم التملك الضريبي، بشهادة الضريبة سقط الإكرار البدني. إذا يبقى السيد وكيل الملك هو صاحب الاختصاص، والسيد وكيل الملك هو صاحب الولايه العامه. وانا اوصي جميع الناس اللي كيتعاطوا القرصنه بالابتعاد عن هذه الجرائم، لان المسؤوليه، لانه جريمه خطيره، جريمه تمس اكثر بالاشخاص وبالاسر.